شكوك كتيرة محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود. مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور. حقك تسأل. أهلا وسهلا بيك عزيز المشاهد، ورحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يدور حول سلسلة نسب المسيح في متى واحد. يقول: لماذا اهتم متى بذكر أربع نساء في سلسلة نسب المسيح وهن ثمار ورحاب ورعوث وشبع؟ ليه عمل كده متى على غير عادة اليهود؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم. طبعا السؤال بيدور حول سلسلة نسب المسيح كما وردت في انجيل متى اصح واحد، وهي اعظم سلسلة نسب في الوجود، فهي سلسلة نسب المخلص ربنا يسوع المسيح. والحقيقة هذا الاصحاح بالتحديد اصح واحد من انجيل متى مع انجيل لوقا اصح ثلاثة اللي بيقدم لنا ايضا سلسلة نسب المسيح، يعني يحوي لنا الكثير والكثير من التعليم والمبادئ الروحية الرائعة وعظمة كلمة الله. سلسلة نسب المسيح، أفتكر أنه في يوم من الأيام كان في زعيم قبيلة في أفريقيا دخل على المرسل اللي بيترجم الكتاب المقدس إلى لغتهم الأصلية، والآه بيترجم في إنجيل متى، بدأ يقرأ سلسلة نسب المسيح في متى واحد، واكتشف أنها سلسلة مملوءة بالأسماء ورجوعا إلى الملك داود. فصاح الرجل: يا له من شخص عظيم المسيح. سألوا المرسل، قال له: ليه قلت كده؟ قال له: لأن له سلسلة نسب طويلة ترجع إلى الملوك. عندنا في القبيلة إذا أردنا أن نثبت أصلنا وفصلنا وصحة نسبنا نورد في سلسلة النسب كل الأسماء العظيمة رجوعا إلى الأجداد. نعم المسيح عظيم، مش لأنه بس جاي من داود النبي أو من ناس داود النبي، لا، المسيح عظيم لأنه الله الظاهر في الجسد. السؤال بيقول: لماذا اهتم متى بذكر أربعة نساء في سلسلة نسب المسيح على غير عادة اليهود في تدوين الأسماء والأنساب؟ اليهود ما كانوش بيهتموا بذكر النساء في سلاسل النسب، لكن سلسلة نسب ربنا وحبيبنا يسوع المسيح تحتوي على أربعة نساء، تحتوي على ثمار، على رحاب، على رعوث، على بثشبع. الغريب في هذه السلسلة مع احتوائها على أسماء نساء إنها لم تحتوي على أسماء النساء المشهورات والفضليات في تاريخ الأمة، لم تحتوي على اسم مثلا سارة وهي أم كل المؤمنات، لكن احتوت على أربعة نساء كان لهم تاريخ مغزي وصفات مغزية. يبقى هنا أكيد بتشاور لنا على نعمة الله التي جاءت بهؤلاء النسوة الملطخين في سمعتهم وحياتهم علشان تتفاضل النعمة وتنقيهم وتخلصهم وتدخلهم عشان يكونوا في سلسلة نسب المسيح. أول حاجة مبدئية عن سلسلة نسب المسيح كما جاءت في متى واحد، هذه السلسلة مقسمة إلى ثلاث أقسام، كل قسم مكون من 14 جيل، فمن إبراهيم إلى داود 14 جيل، من داود إلى سبي بابل 14 جيل، من سبي بابل إلى المسيح 14 جيل. والتقسيم ده مش تقسيم شراح، لا، ده تقسيم وحي. 14 14 14. ليه الرقم 14؟ الرقم 14 لأنه مضاعفات الرقم 7 7 في 2، 7 رقم الكمال، 2 رقم الشهادة. ولأن متى يكتب إلى اليهود اللي همهم الشهادة تكون على فمي شاهدين أو ثلاثة، فهو يقدم لنا الشهادة على أحقية المسيح في وراثة عرش داود النبي أو داود الملك. عشان كده يقسم لينا السلسلة إلى ثلاث أجزاء، كل جزء 14 أربعة اللي عبارة عن 7 في 2. لكن كمان الرقم 14 هو إجمالي القيمة العددية لاسم داود الملك،
فداود بحسب أصله العبري دال واو دال. دال في اللغة العبرية واخد القيمة 4، لكن واو واخد القيمة 6، دال تاني واخد الرقم 4. فلو قلت 4+6+4 يعمل لي 14. يعني اسم داود قيمته العددية 14. 14 هي عدد الأجيال في كل سيكتور في كل قسم. 14 هي 7 × 2 الكمال والشهادة عن الكمال. القصة دي تحطنا قدام عظمة شخص المسيح. فالذي أعطى لهذه القائمة، قائمة النسب، عظمتها مش إن داود في المقدمة ولا حتى سليمان ولا غيره. الذي أعطى لهذه القائمة عظمتها أنها انتهت بابن داود الحقيقي ربنا يسوع المسيح الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد. أقدر أشوف في ذكر الأربعة نساء صورة لنعمة الله التي تجاوزت عن ضعف الإنسان وفساد الإنسان ووصلت إلى امرأة زي ثمار، زي رحاب، زي رعوث، زي بثشبع، وجذبتهم وخلصتهم وأدخلتهم إلى قائمة نسب ربنا يسوع المسيح. أقدر أشوف في ثمار أن الخلاص هو للخطاة، الخاطي يحتاج إلى الخلاص. فثمار التي زنت مع حماها اللي هو يهوذا ونشوف فيها العار والخزي والخجل، لكن نعمة الله جابت من نسل ثمار من يأتي منه المسيح. قد إيه نعمة الله تخلص الخطاة. وهنا عايز أقول لو كانت خطيتك زي ثمار، لو كانت خطيتك خطايا جنسية، لو كانت خطيتك تجيب العار والخزي، عندما تتحد نفسك بالمسيح يزول العار. يعني دم المسيح يطهر من كل خطية، وقبولك للمسيح يرفع عنك العار والخزي. يبقى ثمار أشوف فيها أن الخلاص هو للخطاة. رحاب أقدر أشوف فيها أن الخلاص هو للخطاة بالإيمان، فبالإيمان لم تهلك رحاب مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. رحاب اللي كانت في أريحة اللي استقبلت الجاسوسين وخبأتهم وقبلت الإعلان عن خلاص الله، وعرفت أنه هيجي شعب الله يحرقوا المدينة لكن هي وبيتها سينجون إذا وضعت الحبل القرمزي. يبقى في ثمار شفنا أن الخلاص مقدم للخطاة، في رحاب الخلاص مقدم للخطاة بواسطة الإيمان فرحاب أمنت. رعوث تخبرنا أن الخلاص هو للخطاة بالنعمة، النعمة قدمت الخلاص للخطاة ولا سيما الأمم بغير الناموس، لأنه رعوث لم تكن من شعب الله، رعوث مؤابية لم يكن لها أي علاقة بالناموس، لكن عندما جاءت بها النعمة من مؤاب ودخلت إلى بيت لحم وارتبط بها بوعز صارت جدة للمسيح وهو على أساس النعمة. شفنا في ثمار الخلاص الخطاة، شفنا في رحاب الخلاص الخطاة بالإيمان، شفنا في رعوث الخلاص للخطاة بالنعمة بدون الناموس، آخر حاجة في بثشبع اللي هي امرأة أورية الحثي التي زنى معها داود لكن تزوجها لاحقا، نشوف فيها الخلاص للخطاة بالنعمة والخلاص أبدي. لم ترفض بثشبع فيما بعد، لكن جاء منها سليمان الذي كان على كرسي داود. أحبائي، قصة ميلاد المسيح وسلسلة نسب المسيح تحمل لنا قصة النعمة. أيا كانت خطاياك عزيز المشاهد، أيا كانت أثامك، أيا كانت سمعتك، دم المسيح يطهرك ويغسلك وينظفك ويجيبك تنتسب إلى عائلة جديدة ويكون اسمك مع اسم المسيح في عائلة الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك. عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر واسأل من غير حدود، مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبي، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.